بصراحة فشل ما بعده فشل. إقصاء المنتخب الوطني المصري على يد المنتخب الكونغولي الضعيف جدا 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 بركلات الجزاء الترجيحية. كل نقدر نقوله إن إحنا منتخب بائس، منظومة فاشلة، اتحاد كورة ضايع. والواحد في الحقيقة على مدار البطولة ومن بدايتها كل شوية عمال يقول إيه يا سيدي، بلاش تنتقد دلوقتي، اتعادلنا الماتش الأولاني أداء زي، يعني الواحد ماسك نفسه بالعافية، أداء سيء جدا، ونقول إيه الماتش اللي بعده هنكون كويسين. نتعادل الماتش التاني بالعافية بطلوع الروح، الماتش اللي بعده هنكون كويسين. نعادل الماتش التالت، يا سيدي إحنا الناس بتوع الماتشات الإقصائية، إحنا جامدين قوي، ونقعد نشجع نفسنا ونوهم نفسنا. نعدي دور بس المجموعات، اتأهلنا الحمد لله بأعجوبة بثلاث نقاط بس يا شيخ، فقط بنتأهل. وقلنا لا، احنا في الادوار الاقصائيه ما فيش زينا، احنا ملوك في الادوار الاقصائيه، احنا هنعرف نوصل، احنا شخصيتنا، احنا منتخب مصر. بس منتخب مصر ايه ده؟ كان منتخب مصر الواحد ماسك نفسه مش عايز ينتقد، وفي اضيق الحدود بيشاور على السلبيات، وفي نفس الوقت بيحاول يخلق نوع من انواع التفاؤل. لكن خلاص بقى يا جماعه، خلاص بقى يا جماعه، مفيش فشل اكتر من كده. ده احنا واخدين طريق مفيش اسهل منه في البطوله، اقسم بالله واخدين طريق مفيش بعد كده. انت بتقابل منتخب كونغو ده مفيش كوره خالص، ده منتخب ابيض، ده احنا افضل منه المفروض بكتير. لكن الكوره ما بتعترفش بالتاريخ، الكوره عايزه اللي بيجتهد، عايزه المدرب الصاحي. احنا منتخب بدون قائد، احنا منتخب بدون قائد. القائد بتاعك بيسيبك في نص الطريق عشان مصاب ورايح يتعالج عشان يلحق ماتشات، قال ايه هنوصل نهائي ايه بالمنظر ده؟ نهائي واحنا مفتقدين محمد صلاح القائد بتاع المنتخب. احنا منتخب بدون مدرب، مدرب نايم مش موجود ولا مركز ولا عارف يعمل اي حاجه. مدرب فاشل اول مره يمسك منتخبات، وعمالين نزق فيه قبل البطوله، لا الراجل كويس، الراجل هيجي منه. ما هو ده واجبنا يا جماعه، ما هو ده دورنا ان احنا نشجع، ده دورنا ان احنا نساند، حاولنا نشجع، حاولنا نساند. لكن الاهم ان ده منتخب بدون اتحاد، احنا ما عندناش اتحاد كوره، احنا ما عندناش اتحاد كوره، احنا عندنا ناس بتشتغل بشكل غير احترافي، عندنا اتحاد ضعيف الشخصيه يفتقد لكل مقومات القياده، لكرة مصرية صاحبة التاريخ الرفيع في أفريقيا. لكن إحنا اللي بنعمل في نفسنا كده. امشوا بقى، ارحلوا يا جماعة، استقيلوا يرحمكم الله، انتوا أحبطتونا يا شيخ، انتوا كرهتونا في الكورة، والله العظيم كرهتونا في الكورة. ده إحنا مفيش خالص، ده إحنا مكسبناش ماتش واحد، ماتش واحد مكسبناهوش، ثلاث تعادلات. واللي يغيظك بقى اكتر من كده ان انت اصلا عندك المقاومات الجيده كلاعبين، بس انت ما عندكش المدرب الصح اللي انت مختاره بشكل مظبوط. انت عندك اتحاد ليفربول بيقوده، عندك اتحاد يورجن كلوب بيطلع تصريحات وبيعلن عن قرارات خاصه بالاتحاد قبل الاتحاد نفسه. انت عندك كل حاجه غلط في غلط، انت عندك مدرب غير عادل، مدرب بيختار تشكيلة خاطئة وأسماء خاطئة في القايمة، مع كامل احترامي وتقديري عدد من الأسماء ما تستحقش إنها تكون موجودة، واللي يستحق إنه يلعب ما بيلعبش. أنت عندك مدرب ضعيف الشخصية بيوافق على رحيل قائد الفريق اللي هو أصلاً عنده إصابة خفيفة، وتلاقي اللي طالع بقى يحاول إيه يتكلم، وتلاقي اللي طالع يحاول يقلل منك وكيل صلاح ولا غير صلاح ولا ايا كان. احنا اللي عاملين في نفسنا كده، لان احنا بنفتقد الشخصيه، احنا بنفتقد كل المقاومات وكل المعايير. فالنتيجه دي هي نتيجه طبيعيه، احنا حزنانين عشان خاطر بلدنا، احنا حزنانين عشان خاطر كان عندنا طموح ان احنا نرجع بالبطوله. لكن لما هتيجي تقيسها بعقلانيه هتلاقي ده المنطقي، ده الطبيعي يا فندم، اللي احنا وصلنا له ده هو الطبيعي. ولو كان حصل غير كده كانت هتبقى معجزة، كانت هتبقى نتائج خارج المنطق تماما.
احنا لا نستحق التأهل اصلا لدور ال 16، احنا لا نستحق اصلا ان احنا نروح اي حته في البطوله. يا راجل ده منتخب الكونغو انت بتلعبه النهارده منتخب مستسلم، منتخب ضعيف، عايز ايه اكتر؟ ده انت طريقك اسهل من كده مفيش يا شيخ. ده انت هتلاعب غينيا اللي هي مستواها اقل من غينيا الاستوائيه اللي خسرت النهارده. يعني الناس عماله تقول لك تعالى انا هوديك للنهائي. يا سيدي ماشي، انا هوديك نص النهائي تقابل السنغال مثلا لو تأهلت. يعني كل الطرق تؤدي الى انك مصر بمنتخبك بتاريخك تتأهل، لكن احنا لا مش عايزين. احنا مش عايزين. احنا نستحق الخروج عن جدارة واستحقاق، لان عندنا منظومة فاشلة فاشلة فاشلة. لازم الاتحاد ده يستقيل، ده لو في يعني اول ما يرجعوا كده احنا اسفين يا جماعة بنعتذر شكرا سلام عليكم على طول على طول ما فيهاش نقاش. ده انت ترجع، ده انت قبل ما ترجع حتى تستقيل من هناك، انت عندك مدرب لازم من هو هناك دلوقتي في المؤتمر الصحفي يعلن استقالته. يا شيخ احبطتونا، كرهتونا في الكوره والله. كرهتونا في الكوره. ويجي نطلع نقول اصل صلاح غلطان انه ساب المنتخب ومشي، الناس تزعل. اصل الاتحاد الكوره اتحاد ضعيف ما بياخدش قرارات صارمه، الناس تزعل. اصل في فيتوريا مش عارف ماله، الناس تزعل. يا جدعان امال نعمل ايه؟ احنا بنشوف المواقف وبنتكلم بمنتهى الوضوح، يعني لا بنعرف نجمل ولا نقول اي كلام، لان احنا بنتكلم من قلبنا. لكن منتهى 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 الاحباط. تعالى بقى خلاص يلا يا جماعه، كل اللي كان عايز يقعد يقول لك اصل الاهلي اصل الزمالك، سيبوا بقى المنتخب او المنتخب خرج اهو، يلا اقعدوا بقى اتكلموا، شوفوا الاهلي وشوفوا الزمالك، هو ده اللي احنا فالحين فيه. لكن مسانده حقيقيه لمنتخبنا الوطني حتى لو كانت موجوده، لكن احنا بنفتقد للمنتخب القوي اللي بمقاومات تقدر تساعد ان احنا نحقق شيء يا اخي.